أحمد من مدينة إب القديمة يقضي جل وقته في هذا المحل المتواضع تباع فيه قطع غيار الدراجات النارية. يمتلك أحمد هواية غريبة جدا، هواية صنع المقالب على غرار الكاميرا الخفية، ولكن بجهده الخاص وعلى حسابه الشخصي يؤلفها وينفذها ويستعين ببعض الأصدقاء في التصوير، إلى جانب هوايات التمثيل والتصوير وتقمص الشخصيات. فما كان من كاميرا الحرة إلا تصوير هذين المقلبين لعاشق المقالب أحمد كدليل إثبات على ما يدعي. اكتسب أحمد حب وتشجيع المواطنين في محافظة إب التي ينفذ فيها مقالبه الفكاهية، لكنه لم يلقى أي اهتمام أو رعاية من الجهات المعنية ومن الفضائيات المختلفة، بل تم استغلال بعض أعماله واستبعاد اسمه كحق أدبي. والله بداية كهواية مسبقة عما قبل، فكان بداية بدون تصوير، بدون كان عشوائي، أما أخذت كاميرا وبدأت أوثق، ولاحظ في عقاب وإقبال عند المشاهد، فحبوا هنا أنطلق أكثر. يصنع أحمد الأدوات التي يستخدمها في مقالبه الكوميدية بيده، وهي موهبة أخرى تضاف إلى مواهبه المتعددة، ويحمل في قلبه بعض الألم لما يلاقيه من تهميش وعدم التفات الجهات المعنية إلى مواهبه التي لا يستطيع إبرازها وتقديمها للجمهور في ظل إمكاناته المتواضعة جدا. ملاحظين ما بش تشجيع من قبل أحد، يعني حتى عندنا مثلا مركز ثقافي أتفاجئوا عندما شاهدوني بالقناة، المفروض أن أطلع عن طريقتهم، فهم أتفاجئوا كيف أنا وسوق للشيء هذا. بالنسبة لله يعني الآن أنت بتنفذ بشكل فردي، يعني هل تحصل من هذا العمل؟ لا والله، كله عبارة عن مجهود شخصي، حتى المصور استعين بمصور حتى ماشي على طريق أقول له ممكن تصور، ممكن عبارة عن مجهود شخصي. هذه بعض من الأعمال الموثقة للمبدع أحمد يستعرضها للكاميرا، ويتمنى أن يراها هو والآخرون في إحدى القنوات الفضائية اليمنية، وهو يحمل الأمل في تحقيق هذا الحلم ولو على المدى البعيد. إذن أحمد يملك الكثير من المواهب في التمثيل والتصوير والمقالب الفكاهية، ينفذها جميعها بمجهوده الذاتي البحت دون أي دعم ومن أي جهة كانت، كغيره الكثير من المبدعين في محافظة إب وأيضا في المحافظات اليمنية المختلفة. عبد الكريم الشيباني لبرنامج اليوم على الحرة، محافظة إب.